صباح الخير، معاكم كابتن عمرو طاهر. النهارده هنكمل مجموعه حلقاتنا عن تمرين الكتف. بدانا اول حلقه اللي احنا لعبنا الكتف الجانبي، ثاني حلقه دخلنا في الكتف الامامي، النهارده هنلعب ازاي نلعب الكتف الخلفي. ومن اهم التمرين اللي هو بيظبط شكل الكتف والشيب بتاعي عضله الكتف الخلفي، من العضلات الاساسيه والعضلات الضعيفه، فلازم نهتم بيها. وزي ما قلت في الاول الكلام، لو انا عندي عضلات الكتف عندي ضعيفه ببدا بيها اول التمرين بتاعتي عشان بركز بيها اكتر. الافضل ان انا بلعب التمرين ان انا عايز جسمي يستفاد بيه اكتر، بدي الباور معايا في الاول للعضله عندي الضعيفه. هنبدا اول شكل عندي الخلفيات، ببتدي اقف في زاويه قايمه رجلي 11، بمسك الوزن. وطبعا التمارين ديت ما بتعتمدش على الوزن كتير، بتعتمد على التكنيك اكتر. ببتدي انزل بزاويه قايمه واحط الدمبل قدام مشط رجليا، وبطلع في مستوى كتفي وانزل تاني 2 3. بس فكره الكتف ان انا وانا طالع كوعي في مستوى جسمي واحد. في ناس بتلعب كده وده مش صحيح، وفي ناس بتلعب لورا، لا. اهم حاجه في فكره التكنيك ان انا ايدي بمستوى جسمي وبلعب بكوعي. كل ما بطلع بكوعي ورا كل ما بجيب الخلفيات اكتر، وده هيساعدني ان انا هلعب الشكل بتاعي بشكل صحيح. 1 2 4، هنلعب المجموعه دوت 4 حركات في 15 عده، وده يبقى اول شكل معايا في العضلات الخلفيه. فاصل ونرجع لكم تاني. اول حاجه هنبدا بار زجزاج امامي، وده بيعتمد على ان انا بشغل الترباز بتاعي بشكل صحيح، جسمي مفرود، وبطلع وافرد تحت وانا نازل. ببتدي اشغل الترباس، ما بطلعش بجسمي ولا بطلع لقدام، لا، انا بطلع اسفل رقبتي لجوه. 1 وافرد للاخر، كل ما هفرد للاخر كل ما هجيب العضله معايا قدام. احاول وانا طالع بلعب بطلع في مستوى جسمي على قد ما اقدر، البار يلمس جسمي وهو طالع هيجيب معايا الترباس اكتر. وابتدي العب الشكل دوت 4 مجاميع في 15 عده، ومن ضمن الاشكال الاساسيه في الترابيز البار الزجزاج. فاصل نرجع لكم تاني. ورجعنا لكم في اخر شكل في تمرين الترابيز بتاعتنا، ودوت هيبقى دمبل جانبي. طبعا بقف بزاويه قايمه والدمبل في مستوى جسمي، بطلع وانزل تاني. بس الفكره نفس الموضوع ان انا ما بطلعش بدراعي، لا، اللي بيشيل الوزن الترباس هو اللي بيشيل، كتفي هو اللي بيشيل، جسمي ثابت، بطلع بكتفي واثبت فوق 5 ثواني 1 2 3 4 5 وانزل تاني، واطلع اثبت 1 2 3 4 5 وانزل تاني. اهم حاجه ان انا اطلع بكتفي عشان اركز على عضله الترباس، وده هيكون اخر شكل معانا في تمرين الترابيس، وان شاء الله اشوفكم في حلقات اخرى.